بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه، توجب مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب شكره بها. والصلاة والسلام على المجتبى وآله وصحبه ومن اهتدى عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا. أرحب بكم أيها الأخوات الكريمات في اليوم الأول للملتقى الثقافي الثاني لهذا العام والموسوم لفقه المرأة. كلنا يعلم أن الله عز وجل خص المرأة بأحكام تناسب الطبيعة التي خلقت عليها وتراعي احتياجاتها وجوانبها الفطرية. وفي المقابل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن النساء شقائق الرجال. في هذا اليوم وحول مفهوم المسائل الفقهية المتعلقة بالمرأة على وجه الخصوص، تحدثنا الداعية رضية سالم الوصيف، مفتي شرعي في الهيئة العامة الشؤون الإسلامية والأوقاف في أبو ظبي، فلتتفضل. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبتم أخواتي الكريمات وطاب ممشاكن، وتبوأتم من الجنان منازل وغرفا ومقامات، ونسأل الله عز وجل أن يكتب مجلسنا هذا في مجالس الذاكرين الطالبين للعلم فيكون منتهاه الجنة. وقبل أن أبدأ وأدخل إلى الموضوع مباشرة، عندي كلمة شكر موجهة لكن أخواتي، بداية أن كل واحدة فيكن تركت المسؤوليات وتركت البيت وتركت معافسة الأهل والذرية وانقطعت إلى ربها في طلب العلم، فلك كل الشكر ولك كل التقدير. والشكر كذلك موصول للقائمين على هذا البرنامج، للقائمين على المنتدى الإسلامي، على ما يبذلونه من جهد ابتغاء توصيل الكلمة الطيبة وابتغاء توصيل وتبليغ العلم النافع إلى جموع الناس في هذا البلد الطيب، فجزاكم الله جميعا كل الخير والجزاء. موضوعنا اليوم هو فقه الحمل والولادة، وربما أنه هو جانب من جوانب الفقه المتعلقة بالمرأة، لأن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الشريعة الغراء، كما قال أخي الكريم منذ قليل، أن تكون هذه الشريعة الغراء مستوعبة لجميع أنواع التكليف والمكلفين زمانا ومكانا وحالا ومضطردة في تحقيق مصالحهم في كل زمان ومكان دون اختلال. وهذا كما تعلمون أخواتي وأغلبكن طالبات علم، أن هذا ظاهر وواضح في تقعيد أحكامها. فالمسلم كما ترون سواء أكان ذكرا أم أنثى، تختلف أحواله من حالة طبيعية مألوفة إلى حالة طارئة عنه. هذه الحالة الطارئة كما تعلم قد يكون على سفر، قد يكون مريضا، قد يكون يعيش حالة من حالات الضعف الإنساني. فهذه الحالة هو يحتاج معها إلى تشريع غير التشريع الذي كان يجده في الحالة الطبيعية، وهذا من سماحة هذا الدين العظيم. نجد أن الإسلام اعتنى بالمريض، اعتنى بالمسافر، بالعاجز وغيرهم ممن راعى الإسلام وضعهم وظروفهم الخاصة، فرخص لهم الرخص وخصهم بأحكام تراعي هذه الظروف.
أحياناً قد تأتينا أسئلة من مصاب باضطراب الوسواس القهري، فنجد له من سيرة رسول الله ومن أحكام الفقه ما يناسب حالته. قد يأتينا مريض مصاب باضطراب الاكتئاب، نجد له في ديننا ومن أحكام فقهنا ما يناسب وضعه. قد يأتينا مريض، وقد يأتينا عاجز، وقد يأتينا مسافر، لكن لكل ظرف لدينا في ديننا في إسلامنا السمح ما هو مناسب له. وكانت المرأة في إسلامنا كان لها الجانب العظيم من الاهتمام، ولنا أن نفخر أخواتي بهذا التخصيص، ولنا أن نفخر بهذا الأمر العظيم، لأن الإسلام قد خصها بأحكام تراعي وظيفتها العظيمة، وظيفتها كزوجة، وظيفتها كأم، وظيفتها كنصف للمجتمع، تراعي هذه الأحكام، تراعي أحوالها المتبدلة التي تحتاج إلى عناية واهتمام، لأنها كما نعلم وكما تعيشنا جميعا أخواتي أن هذه المرأة تعيش ظروفا غير الظروف التي يعيشها كل الناس، تعيش ظروف العادة الشهرية، تعيش ظروف الحمل، تعيش ظروف الولادة وشدائدها. هذه المرأة لها في كل مجال وفي كل مرحلة وفي كل ظرف لها حكمها ولها تخصيصها ولها رخصها. وهذا هو موضوعنا اليوم، فقه الحمل والولادة. هذا الموضوع حقيقة، وأنا عندما كنت جالسة أعده كنت في كل لحظة أشعر بالفخر، أقول أن نحتاج نحن النساء أن نتعلم خصائص أو تفاصيل هذا الفقه المتعلق بالمرأة، وأن تكون لدينا اليد في هذا الفقه، لأنه نحن نعلم أن أغلب الفقهاء من الرجال وجزاهم الله عنا كل الخير، لكن لابد للمرأة أن تدخل، وأول الدخول لابد أن يكون طلبا للعلم. فالتعرف على فقه الحمل والولادة ينقلنا إلى التعرف إلى فقهنا أكثر، ثم أن هناك أمر آخر لابد أن ننتبه إليه، أن أحكام النساء قديما كانت تبنى على ما تراه القابلات وذوات الخبرة من النساء، فكنا ينصحن وينقلن الصورة فيبنى على هذه الصورة. لكننا الآن نعيش ثورة تكنولوجية فتحت الباب أمام أدوات دقيقة، وفتحت الباب أمام آلات حساسة أعادت النظر في قضايا كثيرة، من قبيل هل تحيض الحامل أم لا، من قبيل أكثر مدة الحمل وأقلها، من قبيل كم يدوم النفاس، هل 60 يوما أم 40 يوما. فكثيرة هي القضايا التي يجب أن نعيد النظر فيها في كتب الفقه، لكن أسأل الله عز وجل أن نكون نحن النساء من هؤلاء الذين سيدخلون وسيغيرون وسيجددون، ونسأل الله عز وجل أن يكون في كل خير. فعلى بركة الله نشد الرحال أخواتي، وأسأل الله عز وجل أن نكون كلنا مستعدات، وأنا أعلم أن الأمر ليس بسر، وأنتن طالبات علم، أن أمور الفقه فيها شيء من الجفاف. وقد كان دائما شيخي محمد لمين الإسماعيلي وهو تلميذ الشنقيطي كان يقول: أيها الفقهاء قد أمتم علينا ديننا. ذلك لأن الفقه يهتم عادة بالفروع وما فيها من اختلاف وما فيها من مذاهب وآراء وتفاصيل وأحكام، فلهذا أحيانا يصعب على الإنسان أن يتلقى كل ذلك الكم من الاختلافات والمذاهب والآراء والتفاصيل. لكن بإذن الله تعالى نسأل الله عز وجل من حوله وقوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني ليكون خفيفا عليكم، وأكون خفيفة عليكم في هذه الساعة المباركة. فقه الحمل والولادة. سنتناول في فقه الحمل والولادة عبادات المرأة الحامل، وسنتناول في النصف الثاني أحكام الأسرة الخاصة بالمرأة
الحامل. عبادات المرأة الحامل سنتناول فيها طهارة المرأة الحامل، سنتناول الدبع الذي تجده المرأة في الحمل، هل هو من الحيض أم لا، هل تدع له الصلاة أم لا، وما حكم ذلك. وسنتناول صوم الحامل، وسنتناول في إفطار الحامل وإفطار المرضع بإذن الله العلي العظيم. طيب، البداية تكون من هنا، وأتمنى أن تكونوا أخواتي كل واحدة فيكم عندها قلم وورقة لكي لا تضيع عنا الأطراف ولا تضيع عنا التفاصيل، لكي نتنشط ونشتغل ونتفاعل سوية في هذه الساعة المباركة. حكم الدم الذي تجده الحامل، ما هو حكم الدم الذي تجده الحامل؟ لكن قبل أن نتكلم عن الدم الذي تجده الحامل، لابد لنا من مقدمة بسيطة حول دماء النساء. من المعروف أن دماء النساء لا تتجاوز أنواعا ثلاث، وهي حيض ونفاس واستحاضة. حيض ونفاس واستحاضة. الحيض في اصطلاح الفقهاء هو الدم الذي يخرج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها في أوقات معلومة من غير ولادة ولا مرض، يكون أسودا محتدما حارا كأنه محترق، يأتي المرأة في أوقات معتادة في الغالب له رائحة نتنة. وأنا دائما أقف عند له رائحة نتنة وأعترض، أقول لهم ليست بالرائحة النتنة لكنها رائحة خلقها الله عز وجل فيه، وهي نفس الرائحة التي يخرج بها الولد عندما يكون في بطن أمه، سبحان الله. هذا في اصطلاح الفقهاء. في اصطلاح الأطباء، الحيض هو إفراز دوري لم يمتزج بالمخاط، وهو خلايا بالية تتساقط من الغشاء المخاطي المبطل للرحم، ولونه أسود، وهو دم لا يتجلط ولا يتجمد. وهذه قد تساعدنا كذلك عندما نحب أن نتعرف إلى خصائص ما نجده أحيانا. النوع الثاني من الدماء وهو النفاس، في اصطلاح الفقهاء هو الدم الخارج مع الولد، وقيل ما كان عقب الولادة، وقيل ما خرج للولادة معها أو بعدها. وفي اصطلاح الأطباء هو الدم والإفرازات التي تخرج من الرحم بعد الولادة وتكون مع إفرازاته، هو قلوي التفاعل في الرحم وليست له رائحة عفنة. النوع الثالث وهو الاستحاضة، في اصطلاح الفقهاء الاستحاضة هو الدم الخارج على جهة المرض، وأنه غير دم الحيض، وهو دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة، وإنما عرق انقطع سال دمه. وفي اصطلاح الأطباء هو دم أحمر مشرق ليس بحيض، يتجلط بعد خروجه مباشرة لا رائحة له، وقد يجيء المرأة بعد سن اليأس، فهو دم غير طبيعي ولا بد من البحث عن سبب مرضي للدم في هذه الحالات جميعها. طيب، ما هو حكم الدم الذي ينزل من الحامل؟ اختلف الفقهاء بشأن الدم الحامل، بشأن دم الحامل أو الدم الذي تجده الحامل على قولين. القول الأول أو الرأي الأول هو قول المالكية والشافعية في الجديد والمشهور من مذهبهم، أن ما تراه الحامل من دم هو حيض تدع له الصلاة، وحجتهم في ذلك هو القرآن الكريم والسنة والقياس. من القرآن الكريم احتج المالكية والشوافع بإطلاق الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وجه الدلالة في هذه الآية أن الآية لم تفرق في اجتناب النساء في حالة الحيض، سواء كانت حاملا أو حائلا،
يعني غير حامل. ف ما دام أن الآية قد أتت بإطلاق فهي فنحن قد نستدل بها في هذا المقام. واستدلوا من السنة بما رواه الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. وجه الدلالة هو واضح من الرواية كما رأيتن أخواتي أن ما تراه الحامل هو حيض، ذلك لأن الصلاة لا تترك إلا إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء. ويستدلون كذلك بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف. ووجه الدلالة سبحان الله ونفس الدلالة في الحديث السابق إذا لاحظتم أن لون الحيض معروف وهو أسود، فمتى رؤية سواء أكانت حاملا أو حائلا تركت الصلاة لأجله، وقد أطلق ولم يفرق بين الحامل والحائل. ثم يستدلون كذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش فإذا أتاك قرؤك فلا تصلي. هو النبي صلى الله عليه وسلم في استدلال من استدل بهذا الحديث لم يفصل بين حال وحال، وذلك لأن كما نعلم أن الحامل من ذوات الأقراء، لأن المرأة إما أن تكون، وهذا مما تعرفناه أكيد، أن المرأة إما أن تكون صغيرة أو آيسة أو من ذوات الأقراء، والحامل ليست بصغيرة وليست بآيسة، فكانت من ذوات الأقراء. كذلك استدلوا بالقياس فقالوا ولأنه دم في أيام العادة بصفة الحيض وعلى قدره فجاز أن يكون حيضا كدم الحامل والمرضع، ولا فرق على القولين بين ما تراه قبل حركة الحمل وما تراه بعدها. الرأي الثاني هو رأي الأحناف والحنابلة، قالوا أن ما تراه الحامل من دم أثناء الحمل ليس بحيض، وإنما هو دم فساد فلا تدع له الصلاة. وروي ذلك عن عائشة وابن عباس وثوبان، وهو قول جمهور التابعين. واستدلوا من القرآن العظيم بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. يقول الإمام أحمد معلقا يقول فأقام الطهر مقام الحمل، أي بالطهر في غير جماع، لأن في الآية يعني طلقوهن مستقبلات لعدتهن، وهذا هو المعنى في هذه الآية، أن المرأة لا يجوز أن تطلق إلا في حالتين: أن تكون طاهرا في طهر لم تجامع فيه، أو تكون حاملا قد تبين حملها، وغير ذلك يكون طلاقا بدعيا كما تعلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا فإنه أجاز له الطلاق في كل أوقات الحمل، واعتبار الحامل تحيض يتعارض مع هذا الجواز. استدل كذلك من السنة بحديث سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وجه الدلالة هنا كما تلاحظ أنه جعل الحمل علما على عدم الحيض، كما جعل الطهر علما على الحيض. ثم استدل كذلك بقول عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم، قالت الحامل لا تحيض تغتسل وتصلي. وتعليقا على قول عائشة قال صاحب بدائع الصنائع مثل هذا لا يعرف بالرأي، فالظاهر أنها قالته سماعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحائض اسم لأن الحيض الذي تجده الحائض اسم للدم الخارج من الرحم،
ودم الحامل لا يخرج من الرحم، لأن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت ينسد فم الرحم فلا يخرج منه شيء فلا يكون حيضا. فالحامل تحيض أو لا تحيض، ما هو رأي الطب؟ ما هو الرأي الطبي في هذا الموضوع ما دمنا الآن نعيش زمنا آخر؟ يعني التكنولوجيا وثورة التكنولوجيا يمكنها أن تحل لنا هذه المشكلة حقيقة. الرأي الأول يقول أن الحامل في الأطباء كذلك انقسموا على شاكلة فقهائنا. الرأي الأول الحامل يمكن أن تحيض. يذهب الدكتور عبد الله حسين بسلامة العميد المؤسس لكلية الطب بجامعة عبد العزيز بجدة أنه قد يصاحب الحمل ما يشبه العادة الشهرية بكميات بسيطة، خاصة في الشهور الأولى، وهو ما يسمى بالحمل الغزلاني، لأنه كما الحمل الغزلاني يقال أن الغزال لا تنقطع عنها الدورة الشهرية أثناء الحمل، فالغزال تحمل كل سنة، تحيض كل سنة، ويتجمع دمها في ما يشبه الصرة ليتحول بعد ذلك إلى عطر، أو يتحول إلى شيء يصنع منه العطر، وهذا معروف منذ أزمنة غابرة. فهي ظاهرة طبية نادرة، لكن من المهم أن نعلم أنه ليس كل دم أو علامات، يقول الدكتور، ليس كل دم أو علامات دموية أثناء الحمل معناه حمل غزلاني، فقد يكون السبب أخطر من ذلك بكثير، كالتهديد بالإجهاض مثلا. فأحيانا لما نقول للنساء أن الحامل تحيض ونعتبر أن الأمر هو شيء عادي وأنه هو شيء طبيعي، قد نوقعهن في بعض الحرج، أو نوقعهن في خطر شديد. لهذا يقول الدكتور محمد رفعت إن عدد قليل من النساء يحضن بكميات قليلة في الأشهر الأولى من الحمل، في هذه الحالة يكون الحيض بكمية أقل مما ألفن وفترة زمنية أقل. ويقول الدكتور محمد علي البار أن هناك 5% من الحوامل يحضن في الأشهر الأولى من الحمل. وتقول كذلك فاطمة النجار أن هناك بعض الحالات قد تستمر الدورة بالرغم من حدوث الحمل. هذا عن الرأي الأول. الرأي الثاني، الدم النازل من المرأة ليس بحيض، ويقطع ويقول جازما: من قال بأن الدم النازل من المرأة ليس بحيض منهم الدكتورة وسام المشهراوي، تقول لا يمكن أن تحيض الحامل، ذلك لأن بطانة الرحم تتغير بعد الحمل وتتحول من طبقة مبطنة للرحم إلى طبقة مغذية للجنين. فبعد أن يعشش الجنين في البطانة ويسمى الغشاء الجديد بالغشاء الساقط لأنه سيسقط بعد الولادة، وبذلك فالطبقة النازلة مع الدورة الشهرية اختلفت ماهيتها واختلف تكوينها وأصبحت غشاء من نوع آخر لا يمكن نزوله بشكل حيض معتاد، لكن يمكن أن تنزف بعض الحوامل في 3 أو 4 أشهر الأولى من الحمل في نفس ميعاد الدورة الشهرية، ويكون هذا الدم غالبا من الزغابات الكريونية التي تغذي الجنين، والتي في المستقبل هي التي ستكون المشيمة. وحتى تقول أن هذا الدم عادة يكون قليلا ولا يشبه دم الحيض، لا في لونه ولا رائحته ولا ماهيته، لذلك فهو ليس دم حيض بالتأكيد. وتحذر الدكتورة عايدة الرواجبة، تقول أن الدم الذي تراه الحامل قد يكون إنذارا بقرب حدوث إجهاض، فالنزف اليسير يحدث للكثير من الحوامل، وهو قد يكون حالة عارضة ما تلبث أن تزول، وهذه الحالة قد تكون ناشئة عن التحام المشيمة الحاملة للبويضة المخصبة ببطانة الرحم.
كذلك حتى النزيف على فكرة في أواخر الحمل قد يكون ناشئا عن مشاكل يجب علاجها إذا كانت أكثر ما يقع حقيقة. هذا عن الرأي الطبي. يتضح أن سبب الاختلاف في المسألة هو عسر الوقوف على ذلك واختلاف الأمرين. فكما يقول ابن رشد، فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض، وذلك إن كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغير، ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر، فيكون دم علة ومرض. لكن ما الحل؟ في وقتنا الحاضر تطورت الآلات والتكنولوجيا الطبية وتفسير طبيعة تلك الدماء، ترى بإمكاننا أن نعرف ما سبب هذا الدم من قبل الأطباء. فحدوث الحمل وما يصاحبه من 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 مراحل ومعرفتنا لكيفية حدوثه بمراحله يجعلنا نميل إلى قول من يقول أن الحامل لا تحيض. لكن رغم ذلك لابد أن نأخذ بالرأي الأول، ويبقى أن الرأي الطبي أراه هنا هو الفاصل في القضية، والله تعالى أعلى وأعلم. صوم الحامل والمرضع في رمضان. الأصل في صوم في حكم صيام الحامل والمرضع في شهر رمضان هو الوجوب، إلا أن هناك ما قد يطرأ على المرأة الحامل أو المرضع مما يبيح لها الفطرة في شهر رمضان، وذلك إن خافت سواء الحامل أو المرضع أو غلب على ظنهما أن الصيام قد يؤدي إلى وقوع ضرر على نفسيهما أو على جنينها إن كانت حاملا أو على طفلها إن كانت مرضعة، ولا يجوز لهما الفطر إذا قويت أجسادهما على الصيام وكان الصيام لا يؤدي إلى إلحاق ضرر بالجنين أو الطفل الرضيع أو بهما. لكن إذا خافت المرأة الحامل والمرضع بسبب صيامهما على ولديهما فقط، الحامل خافت على جنينها والمرضع خافت على رضيعها، وكان الصيام يضر بالولد، فماذا يترتب عليهما إذا أفطرتا؟ ما الحكم الشرعي هنا؟ اختلف الفقهاء، وذلك على 5 آراء مشهورة، وهي أكثر من 5 آراء حقيقة، لكنني اقتصرت على 5 آراء مشهورة. الرأي الأول يقول أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء ولا إطعام عليهما، وذلك لأنهما معذورتان في الإفطار ويرجى لهما القضاء، فلأنهما في القضية هذه قد أشبهت المريض والمسافر في وجوب القضاء وسقوط الإطعام، وهذا هو مذهب الأحناف. واستدلوا في هذا من السنة بحديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. والعمل على هذا عند أهل العلم، يقول الإمام الترمذي: لأن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان. ظاهر الحديث هذا يقتضي أن يفطر ويقضي، خاصة لأن الصوم موضوع عنهما كوضعه عن المسافر إلى عدة أخرى، بينما ظاهر القرآن يقتضي في من أطاق الصوم أن يطعم ولا يصوم. ودلالة الحديث أنه وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيق فتقضيا. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا لاحظنا في هذا الحديث قد قرن الحامل والمرضع بالمسافر، جعلهما معا في معنى واحد، فحكمهما كحكمه، وليس على المسافر إلا القضاء. وهذا هو رأي الإمام
أبو حنيفة. الرأي الثاني أن الحامل عليها القضاء ولا فدية عليها، وأما المرضع فإن عليها القضاء والفدية، وهذا مشهور المذهب المالكي، وهو مدار الفتوى عندنا في المركز الرسمي للإفتاء. فاحتج المالكية من القرآن بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجه الدلالة أن الله تعالى أسقط عن المريض الفدية وأوجب عليه القضاء فقط، وبما أن الحمل هو مرض جاز لها الإفطار ولا فدية عليها. وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وجه الدلالة أن قد فسر المطيق بأنه هو الحامل والمرضع والشيخ الكبير، فيجب عليهما القضاء والإطعام. واستدل كذلك من السنة بما روي عن أنس بن مالك عن رجل منهم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، فقال: هلم إلى الغداء. فقال: يا نبي الله، إني صائم. فقال له النبي: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن المريض والحبل والمرضع. الرأي الثالث في حكم صوم الحامل والمرضع في رمضان هو رأي ابن عمر وابن عباس ومذهب الشافعية والحنابلة، أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط فعليهما القضاء والفدية، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقلنا ورأي ابن عمر وابن عباس وعطاء رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. واحتجوا بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وجه الدلالة هنا أن الحامل والمرضع داخلتان في عموم الآية، لأنهما ممن يطيق الصيام، فوجب بظاهر الآية أن تلزمهما الفدية. الرأي الرابع، وهو الرأي المشهور بين النساء، بقدرة قادر وبعلم عالم، يعني إلى درجة أن كل يعني وكأننا قد توارثناه، لكنه هو أخف الآراء حقيقة، وللنساء الحق أن يتمسكن بهذا الرأي وبهذا المذهب، أن الحامل والمرضع عليهما الفدية فقط وليس عليهما القضاء. وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير والقاسم ابن محمد وطائفة من العلماء، وهي رواية عن إسحاق بن راهويه، وكذلك رواه عن ابن عباس كل من سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة بأسانيد حسان، أنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. حجتهم في ذلك قراءة ابن عباس: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس يقول: هذه الآية ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان ما كان كل يوم مسكينا. فعلى قراءة ابن عباس فلا نسخ، لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم. إذا لم تستطيع الصيام وأنت حامل أو أنت مرضع أو كشيخ كبير، أو هم قد يستطيعان الصيام لكنهم لا يطيقونه، جعل الفدية على من تكلف الصوم وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفر، وهذا الحكم باق. ومعنى قراءة ابن عباس: يكلفونه مع المشقة اللاحقة لهم، والحامل والمرضع يتكلفون الصيام مع المشقة، وقد تناولتها الآية وليس فيها إلا الإطعام. قلت سابقا أن هذا الرأي هو الرأي المشهور، لكن لابد أن ننتبه أن هذه القراءة، قراءة ابن عباس، هي قراءة شاذة ولا يمكن أن نعتمد عليها، خصوصا بجانب الأدلة الأخرى القوية والتي لها جانب من الصحة، سواء في أسانيدها أو في متنها أو في تصحيحها. الرأي الخامس أن الحامل والمرضع لا يجب عليهما القضاء ولا الفدية، وهذا مذهب ابن حزم الظاهري، أن الحامل
يعني لأن استدل ابن حزم على هذا الرأي أن الفقهاء لم يتفقوا على إيجاب القضاء، لا اتفقوا على إيجاب القضاء ولا اتفقوا على إيجاب الإطعام، يعني على إيجاب الفدية، فلا يجب شيء من ذلك، يعني لم يستطيعوا أن يثبتوا أي جانب من هذه الجوانب، أي أمر، أي حكم من هذين الحكمين، فإذا لا نص في وجوبه ولا إجماع، فكان هذا الرأي أن الحامل والمرضع لا يجب عليهما القضاء ولا الفدية. والفتوى عندنا في المركز الرسمي للإفتاء هو بمشهور المذهب المالكي أن الحامل عليها القضاء ولا فدية عليها، أما المرضع فإن عليها القضاء والفدية إذا أفطرت خوفا على رضيعها، لكن إذا أفطرت مرضا أو تعبا أو مشقة، خصوصا ونحن نعلم أن المرضع يكون جسمها وطبيعة طبيعة هذا الجسم كلها متجندة لإنتاج الحليب وما يتبعه من طاقة، فأحيانا المرضع لا تستطيع هي كذلك كالحامل، ونحن نعلم هذا خصوصا عند ضعيفة الجسم ضعيفة الدم، فإذا أفطرت تعبا ومشقة ومرضا فلا شيء عليها إلا القضاء، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويفقهنا. هذا باختصار عن جانب العبادات، واخترت بعض القضايا، لم أختر كل القضايا، اخترت بعض القضايا، إن شاء الله تعالى سأقدم البحث إلى المنتدى الإسلامي وفيه جميع القضايا غير ما طرحته هذا اليوم بإذن الله تعالى، وسيكون نسأل الله عز وجل أن ينفع به. ننتقل إلى الشق الثاني من هذه المحاضرة حول أحكام الأسرة المتعلقة بالمرأة الحامل. سنتناول بإذن الله طلاق الحامل، سنتناول نفقة الحامل، سنتناول عدة الحامل، وسنتناول أقل الحمل وأكثره، وسنتناول تأجير الأرحام، وسنتناول بإذن الله منع الحمل وحكم وسائله، وسائل منع الحمل التي تستخدمها النساء في هذا العصر. فعلى بركة الله ننطلق مرة أخرى، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكن من أسرار كتابه وأسرار فقهه وأسرار علمه، إنه هو ولي ذلك، وأن يجعل هذا الكلام يخرج من قلبي إلى قلوبكن أخواتي، وأسأل الله عز وجل ألا يجعل للملل طريقا إلى قلبي أو إلى قلوبكن في هذه الساعة المباركة. طلاق الحامل، الطلاق شرعا هو صفة حكمية، وهو حل عقدة النكاح بلفظ صريح أو كناية مع النية. ليس في حكم طلاق الحامل خلاف كبير بين الفقهاء، لكنهم انقسموا في هذا إلى رأيين، وسأذكر الرأي الأول والرأي الثاني على سبيل التفصيل. الرأي الأول جائز، يجوز طلاق الحامل، وبه قال أكثر العلماء ومنهم الأئمة أئمة المذاهب الأربعة، واحتج في ذلك من السنة والمعقول. من السنة احتج بحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال الخطابي في الحديث بيان أنه إذا طلقها وهي حامل فهي طلاق للسنة، ويطلقها في أي وقت شاء في الحمل، وهو قول عامة العلماء. وجاء كذلك عن الإمام مالك في طلاق السنة أنها تطليق واحدة ثم يدعها حتى تضع حملها، واستدل كذلك بالإجماع. قال ابن عبد البر أما الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلاق السنة من أول الحمل إلى آخره، فابن عبد البر هنا نقل لنا الإجماع. وكذلك من المعقول علة الحامل مرتفعة عن علة الحائل، ذلك أن علة عدة الحامل هي الوضع بخلاف غيرها تكون بالإقراء. الرأي الثاني طلاق الحامل حرام،
إذا كانت تحيض مع الحمل. وبه قال بعض المالكية منهم القاضي أبو الحسن بن القصار، وهو قول أبي إسحاق من الشافعية. فاستدل القائلون بهذا القول بالنظر إلى الحيض أثناء الحمل، فقاسوا، لأنه إحنا علمنا سابقا أن المالكية يقولون أن الحائض أن الحامل تحيض، فهم قاسوا الطلاق فيه ما دام أن الحامل تحيض، قاسوا الطلاق فيه على الطلاق في الحيض من غير حمل، وهو محرم بإجماع العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. وجه الدلالة أن الطلاق وقت الحيض بدون حمل غير جائز، فكان كذلك في وقت الحمل. والقول المشهور عند المالكية أن المرأة الحامل تحيض. ثم استدلوا كذلك من القياس، قالوا: وقاسوا الطلاق في الحيض على غير حمل، على الطلاق مع الحمل، بجامع أن كليهما تحيض، وهذا أمر حقيقة لا يستقيم. فلهذا أن الراجح في المسألة وفي طلاق الحامل هو الرأي الأول لقوة أدلته. نفقة الحامل، ماذا نقصد بنفقة الحامل؟ النفقة في اصطلاح الفقهاء هي الطعام والكساء والسكنة، وبعض الفقهاء يطلق النفقة فقط على الطعام، هذا كذلك فيه خلاف فقهي. فالنفقة من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها، فقد كفل لها الإسلام ذلك حتى تتفرغ لتربية أبنائها ورعايتهم. ما هو حكم نفقة المرأة المطلقة الحامل؟ أجمع علماء المذاهب أن نفقة المطلقة ثلاثا المبثوثة أو المطلقة رجعيا أو بائنا وهي حامل واجبة، بدليل قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. واستدلوا في ذلك بما روى الإمام مالك رضي الله عنه أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فينفق عليها حتى تضع حملها. طيب، ما حكم نفقة المتوفى عنها زوجها؟ إذا كانت قد نفقت المطلقة هي واجبة، فما حكم نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها؟ اختلف العلماء في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها على قولين أو على مذهبين. المذهب الأول يقول: لا نفقة ولا سكنة للحامل المتوفى عنها زوجها، وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله، وعلى ذلك اتفق الأئمة الأربعة. في هذه الحالة لا نفقة ولا سكن للمتوفى عنها، فإنه ينفق عليها من نصيبها من الميراث أو من مالها إن لم يكن لها نصيب من الميراث لسبب من الأسباب. استدل أصحاب هذا المذهب بما يلي: استدلوا بالإجماع، فالإجماع انعقد أن نفقة كل من يجبر على نفقته وهو حي مثل أولاده الأطفال، زوجته، والديه، تسقط عنه بموته، فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه. ويقول كذلك القاضي عبد الوهاب، يقول: نفقة الحمل ليست دينا ثابتا يتعلق بمال الميت بعد موته، وأيضا معلوم أن نفقة الحامل تسقط بالإعصار، فبأن يسقط بالموت أولى. ثم أن المال قد صار للورثة، ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو من أجله، ولا يلزم ذلك الورثة،
لأنه إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه، وإن لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميت بالإنفاق على حمل امرأته، كما لا يلزمه ذلك بعد الولادة. فهذا يعني سواء يعني استدلالهم من الإجماع أو استدلالهم من المعقول كذلك، يعني الأدلة هنا أدلة قوية. المذهب الثاني يقول نفقتها تجب من جميع المال الذي ورثه زوجها حتى تضع حملها، وهذا مروي عن علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي، يعني عن جمع غفير من التابعين، وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد. واستدل لهم ابن قدامة، استدل لأصحاب هذا المذهب في كتابه بالقياس، فالحامل، فإذا كانت الحامل هي حامل من زوجها، إذا كان لها السكن والنفقة كالمفارقة المطلقة من زوجها، يعني وكأنهم قاسوها على المطلقة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وطبقا لنص المادة 69 من القانون تجب النفقة والسكن للمعتد من طلاق رجعي والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، لكن بالنسبة للمعتدة من الوفاة تستحق السكنة في بيت الزوجية مدة العدة ولا نفقة لها، يعني لا نفقة لمعتدة الوفاة في القانون الإماراتي. فهنا قد أخذوا بالقول الأول مع استثناء موضوع السكنة. حكم نفقة المرأة المطلقة، حكم نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها، تطرقنا إليها. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، العدة شرعا كما تعلمنا أخواتي هي مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه، وقيل أيضا أن هي مدة معينة شرعا لمنع المطلقة المدخول بها والمتوفى عنها من نكاح، لا خلاف بين الفقهاء، يعني الفقهاء لم يختلفوا بأن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل. قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لأن القصد من العدة براءة الرحم وهي تحصل بوضع الحمل. لكن تباينت آراء الفقهاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، هل تنقضي بوضع الحمل أم بأبعد الأجلين؟ هل عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع حملها؟ ماذا لو وضعت الحامل حملها بعد موت زوجها بيوم واحد؟ هل تنقضي عدتها بوضعها لحملها؟ أم تنقضي عدتها بأبعد الأجلين؟ وآنذاك سندخل ذلك، آنذاك 4 أشهر و10 أيام في الحساب. فالقول الأول يقول عدة المرأة الحامل تنقضي بوضع الحمل، لكن ليس للزوج وطؤها إلا بعد أن تطهر من نفاسها وتغتسل. وبهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، عبد الله بن عمر، أبو هريرة، سعيد بن المسيب رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، والمذاهب الأربعة والظاهرية. وكان دليلهم في هذا يقول النووي فأخذ بهذا جمهور العلماء من السلف والخلف، فقالوا عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، حتى ولو وضعت يعني بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتها وحلت في الحال للأزواج. هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة، تدلوا من عموم القرآن الكريم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن
وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وجه الدلالة في هذا الحديث أيتها الغاليات أيتها الحبيبات أن عدة الحامل تنقضي بوضع حملها، لأن الأجل المذكور في الآية هو العدة، وهو معلق بغاية وضع الحمل، لأن وضع الحمل يدل دلالة واضحة أن على براءة الرحم، وهو دال على براءة الرحم، وهو أظهر من غيره من بقية الأنواع، فالانقضاء به أولى. وتعد هذه الآية التي مرت بنا قبل قليل مخصصة لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. فهذا من القرآن، واستدل كذلك من السنة بما روي عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها 40 ليلة. قال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت أنا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أختي، يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته 40 ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. وجه الدلالة من هذا الحديث أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل، وإن لم يمضي عليه 4 أشهر و10، بل ولو بعد الوفاة بساعة تحل للأزواج، لأن المقصود من العدة من ذوات الأقراء العلم ببراءة الرحم. ووضع الحمل دلالة على البراءة فوق مضي المدة، فكان انقضاء العدة به أولى من الانقضاء بالمدة. وكذلك في الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الله بن حميد وابن مردوي من حديث أبي السنابل أن سبيعة وضعت بعد موت زوجها 23 يوما، فقال صلى الله عليه وسلم: قد حل أجلها. هذا عن المذهب الأول. والمذهب الثاني يقول أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، ووضع الحمل أو يعني وضع الحمل أو مضي 4 أشهر و10، أيهما كان أخيرا؟ وبهذا قال علي بن أبي طالب وابن عباس وابن أبي ليلى وسحنون من المالكية. واستدلوا من القرآن. نعم أستاذ، معلش أن أقطع عندك، في سؤال كأنه يعني حاضر الآن من إحدى الأخوات مع الدليل هذا حتى ما نضيع عنها السؤال. تقول: أختي ولدت توأما قبل الشهر وعندها مرض السكر، فهل يمكنها تأجيل الصيام خوفا من التأثير على رضاعة أطفالها؟ يعني هي ولدت توأما، يعني هي مرضع قبل شهر رمضان، قبل يعني هو التوأم إيه، نعم يعني وعندها مرض سكر. نعم، إذا هل كان يمكن تأجيل الصيام خوفا أن يؤثر أن تؤثر الرضاعة، أو خوفا من هي قصدها أن يؤثر الصيام على الرضاعة؟ صيام القضاء، هي قصدها تأجيل صيام القضاء، صحيح؟ لا، الآن تقول ولدت قبل الشهر، يعني قبل شهر رمضان، يعني قبل دخول شهر رمضان ولدت، فالآن يعني كأنها في الشهر الأول أو الثاني الآن ترضع، ولدت يعني الآن في الشهر الثاني من الرضاعة، فهل يمكنها تأجيل الصيام الشهر الحالي خوفا من تأثير الصيام على رضاعة لأطفالها؟ إذا كان قصدها تأجيل القضاء، نعم يجوز لها تأجيل القضاء، لأن لها رخصة المرضع،
المرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها فهذا لها رخصة في تأجيل القضاء إن شاء الله تعالى إلى أن تستطيع. لكن إذا كانت القصد أنها صيام رمضان فنعم، إذا لم تستطع الصيام في رمضان، وقد مرت بنا الأقوال، إذا لم تستطع الصيام في رمضان خوفا على نفسها، إذا كانت خصوصا وأنها مريضة السكري وفي نفس الوقت هي مرضع ولا تملك القوة الكافية للصيام، فيجوز لها الإفطار وتقضي بعد ذلك أول ما تستطيع، وليس عليها في هذا كفارة لأنها خافت على نفسها. لكن إذا خافت على مجرد ولدها فأفطرت في رمضان فعليها القضاء وتطعم مع كل، عليها القضاء والفدية، يعني تطعم عن كل يوم مسكينا. والله تعالى ييسر أمرها يا رب العالمين، ويقويها ويشفيها ويعافيها يا ربنا. جزاك الله خير، تفضلي. كنا نتكلم عن استدلال من يقول أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، فقلنا أنهم استدلوا بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. فوجه الدلالة من هذا الاستدلال أو من هذه الآية أن هذه الآية جاءت عامة في كل من مات عنها زوجها، فهي تشمل الحامل والحائل. فقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عامة أيضا تشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها، فجمعوا بين العمومين بقصر الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات كالآيسة والصغيرة قبلهما، ثم لم يهملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم، لكن قصروه على من مضت عليها المدة. وبما أن كل واحدة من هاتين الآيتين عامة من وجه وخاصة من وجه آخر، يمكن الجمع بينهما بأن يعمل بهما على أساس أن تكون عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين دون وضع الحمل. فإذا وضعت الحامل الحمل قبل 4 أشهر و10 أيام تنتظر انتهاء مدة الحمل، وإذا انتهت المدة ولم تضع الحمل بعد تنتظر وضع الحمل. هناك قضية أخرى، وهي من القضايا صراحة أو حقيقة من القضايا الشائكة في الفقه، وهي أقل الحمل وأكثره. يعني اتفق العلماء في أقل الحمل، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، يعني ومعناه أن المولود يمكن أن يعيش إذا أتم في بطن أمه 6 أشهر. وكانت حجتهم من القرآن وحجتهم من السنة، ولهم كذلك من الإجماع، وقد وافقهم كذلك رأي الطب. أنا أحاول، أنا أرى أن الوقت يداهمنا، فأحاول أن آتي لألا آتي بكل تفصيل. لكن اختلف الفقهاء هنا في أكثر مدة الحمل، وهي المدة التي يتأخر الحمل إليها. في الإجمال يمكن تلخيصها في مذهبين اثنين. المذهب الأول وهو المذهب الذي يقول أن أقصى مدة الحمل هي المدة المعهودة 9 أشهر، وبه قال داود وابن حزم من الظاهرية. هذا ابن حزم يقول: ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من 9 أشهر ولا أقل من 6 أشهر، لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمن ادعى أن حملا وفصالا يكون في أكثر من 30 شهرا فقد قال الباطل والمحال ورد كلام الله عز وجل جهارا. المذهب الثاني يقول أن الحمل قد يستمر أكثر من 9 أشهر، وأصحاب هذا معذرة القول دكتورة، اختلفوا في أكثر الحمل على أقوال.
قبل الاختلاف نجيب على الأخت الفاضلة تسأل: ما هي الضوابط التي تعرف بها المرأة جواز الإفطار لها؟ أي بمعنى المرأة الحامل، أكيد في نقاط محددة من خلالها تستطيع أن تحدد إذا هي لها أن تصوم أو لها أن تفطر. هو الحمد لله من سعة هذا الدين ومن جمال هذا الدين، عندما اهتم بالمرأة الحامل، حتى الفقهاء عندما يتكلمون عن المرأة الحامل فهم يتكلمون عن حال المرأة الحامل، أن هي في مقام المريض، فهي مريضة. حتى الإمام مالك عندما سئل عن المرأة الحامل قال: لأنها مريض، بخلاف المرضع. فالمرأة إذا وجدت مشقة في الصيام، إذا الحامل لا يمكن أن يعرف وصف الحامل إلا من تعرض لهذا الحال. فالحامل تعاني ضعفا في نفسها، ضعفا في جسمها، ضعفا في دمها، الجسم كله متوجه إلى ذلك الجنين في أحشائها. فلهذا إذا وجدت ضعفا لم تستطع الصيام، لم تستطع إتمام الصيام، أوصاها الدكتور بعدم الصيام. ودائما أنصح النساء دائما استشيري مع الطبيبة الخاصة حول موضوع الصيام، لأن أحيانا إذا كانت دمك قويا، كان جسمك قويا، لما الإفطار؟ إذا لم يكن هذا الصيام سيؤثر عليك وعلى جنينك، لما الإفطار؟ رغم أن لك رخصة الإفطار كحامل، لكن لما الإفطار إذا كنت قادرة؟ لكن إذا لم تكوني قادرة، إذا أوصتك الطبيبة بعدم الصيام، أو وجدت ضعفا في جسمك لا تستطيعين الصيام، لا مشقة مشقة زائدة، يعني لا تصومين بأريحية، فلك هذه الرخصة. والحامل لها سعة، الحامل لها سعة، يمكن المرضع فيها بعض الأقوال، لكن بالنسبة للحامل، الحامل لها سعة بإذن الله تعالى، والله تعالى ييسر لحوامرنا في هذا الشهر الكريم. نرجع إلى أكثر مدة الحمل في المذاهب. المذهب الأول قال أقصى مدة للحمل هي 9 أشهر، المذهب الثاني قال أن الحمل قد يستمر أكثر من 9 أشهر. أصحاب هذا القول اختلفوا في الحمل على أقوال. القول الأول قال أقصى مدة للحمل سنة واحدة لا أكثر، وبهذا قال محمد بن عبد الحكم واختاره ابن رشد، واستدلوا بالمعقول فقالوا إن هذا القول هو الأقرب إلى المعتاد من الحمل. القول الثاني أكثر الحمل سنتان، وهذا قول الأحناف، واستدلوا بقول عائشة: لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين ولو بفركة مغزل. القول الثالث هو أن الحمل قد يمتد 4 سنين، وهو أصح الأقوال وأشهرها عند المالكية والشافعية والحنابلة. وهناك أقوال أخرى في مدة الحمل. هناك من قال أن أقصى مدة للحمل 7 سنوات، وهناك من قال أقصى مدة للحمل 5 سنوات، وهناك من قال أقصى مدة للحمل 3 سنوات، لكن حقيقة هي تعارض الآراء الطبية. لكن ما عليه الكلام في مدونة الأحوال الشخصية أن أقل مدة للحمل هي 180 يوما، وأكثره 365 يوما، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض خلاف ذلك. فالمدونة يمكن حلت المشكلة قليلا، وأخذت برأي فقهي قريب من الرأي الطبي، وفي نفس الوقت هو قريب ومعتبر من الآراء الفقهية. سنتكلم عن وما، ولا أدري إن بقي لدينا وقت، أخبروني إذا بقي لدينا وقت في يعني أمامنا الكلام عن 5 دقائق تأجيل المرأة رحمها. فقط. نعم، حقيقة هذا موضوع مهم جدا، فلذلك إذا بسمحوا لنا الأخوات الكريمات وكان لديهن يعني سعة صدر أن يسمع هذا الموضوع، أن يتم عرضه 5 دقائق بإذن الله تعالى. بإذن الله، إذا وافقت الأخوات فأنا إن شاء الله إن شاء الله حاضرة، لا بأس في ذلك. الجلسة معهن أنا بعتبرها جلسة بين يدي الله سبحانه وتعالى،
تستغفر لنا فيها الملائكة، فالمؤمن لا يشبع أكيد من هذا المجلس، لكن طبيعة المسؤوليات عند الأخوات هي التي تحكم أحيانا. طيب، تأجير المرأة رحمة هي من القضايا المعاصرة، ويقصد بتأجير الأرحام أن يتم زرع بويضة من امرأة ملقحة بحيوان منوي من زوجها في رحم امرأة أخرى حتى تلد، فتسلمه للزوجين مقابل مبلغ من المال أو دون مقابل مالي على حسب. تسمى المرأة الثانية المستعارة، يسمى بالرحم الضئر، يسمى بمؤجرة البطن. فله تأجير الأرحام له صور كثيرة. فعندنا الصورة الأولى، عندما يجرى تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين، ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة أخرى وهي زوجة ثانية للرجل. يعني لاحظنا معي أخواتي أن الزوجة، أن الرحم الذي سيستقبل البذار أو بذرتي الزوجين هي زوجة ثانية للرجل. قد تكون إحداهما متبرعة للأخرى، بحيث تبرعت الأولى بالبويضة وتبرعت الأخرى برحمها للحمل. الصورة الثانية، تؤخذ بويضة من الزوجة وتلقح بماء زوجها، ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة مستأجرة لذلك بسبب آفة في رحم الزوجة، أو أن هذا الرحم قد استؤصل بعملية جراحية، أو أحيانا يكون ترفها. نسمع أحيانا عن بعض الفنانات أنها عندها 5 أولاد وكلهم من أرحام مستأجرة، يعني رغبة منها في البعد عن المشقة الناتجة من الحمل والولادة. الصورة الثالثة، عندما يجرى تلقيح خارجي بين نطفة رجل وبويضة امرأة ليست زوجته، ثم تزرع اللقيحة في امرأة متبرعة، وعند ولادة الطفل تسلمه للزوجين العقيمين. الصورة الرابعة، تؤخذ البويضة من امرأة أجنبية، ويؤخذ حيوان منوي من رجل أجنبي، وتلقح هذه البويضة خارجيا بذلك الحيوان المنوي، ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة أجنبية أخرى تتبرع برحمها. يعني هذه كلها صور لكيف تتم استئجار كيف يتم استئجار هذا الرحم، أو كيف تتم عملية هذه المسألة. اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم الصورة الأولى، واتفقوا على تحريم الثالثة والرابع على تحريم الثانية والثالثة والرابعة، اعتبروها محرمة شرعا وممنوعة منعا باتا. أولا، لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية، فهي محرمة لاختلال رحم الزوجية. كذلك الإسلام لا يقبل طريقا للتناسل سوى طريق الزواج، فقد أفتى علماء الإسلام الأجلاء بأن أي وسيلة للتناسل يستخدم فيها طرف ثالث هي لاغية وباطلة ومحرمة شرعا وموجبة للتعزير لكل من يشترك فيها. والمقصود عندما نستخدم مصطلح الطرف الثالث، يعني استخدام مني رجل آخر أو بويضة امرأة أخرى، أو أن تحمل اللقيحة امرأة أخرى. أما الصورة الأولى من صور تأجير الرحم، وهي وضع اللقيحة في رحم الزوجة الثانية، فقد اختلف الفقهاء فيها على رأيين. الرأي الأول هو ما ذهب إليه جمهور العلماء والباحثين المعاصرين، إذ يرون أن استعمال لقيحة الزوجين في الحمل إذا كانت صاحبة الرحم المستأجر هي زوجة أخرى لصاحب المني هذا يعتبر حراما. هذا الرأي أقره أيضا مجلس الفقه الإسلامي بعد أن كان قد أجازها في فتوى سابقة، لكنه توقف بعد ذلك عن الحكم عليها لأسباب كثيرة، منها أن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية،
قبل انسداد رحمها. فيعني هي أثناء ما أخذت اللقيحة في نفس الأثناء قد تحمل من زوجها قبل أن ينسد الرحم، ثم تلد توأمين ولا يعلم ولا وقد لا نعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما قد لا نعلم من هي أم ولد اللقيحة التي أخذت منها، من هي الأم الحقيقية ومن هو الولد الحقيقي. وهذا يوجب يعني اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، من هي الأم الحقيقية سواء للتوأمين سواء إذا حدثت مشكلة مثل هذه أثناء الحمل. فهنا قد يلتبس على المرأة ويلتبس مع ما يترتب على هذا من آثار، سواء في الإرث سواء في النسب، في أحكام كثيرة. لهذا توقف المجمع عن الحكم في الحالة المذكورة. الرأي الثاني هو ما ذهب إليه بعض العلماء والباحثين المعاصرين، ورأوا جواز الحمل إذا كانت صاحبة الرحم البديل هي زوجة أخرى لصاحب المني. لكن أنا أرجح الرأي الأول، وهو عدم جواز هذا بسبب ما يترتب عليه من آثار سلبية وجب دفعها، ودفع المفاسد أولى من جلب المصالح. يبقى لدينا منع الحمل ووسائله. يمكن الرأي فيه في منع الحمل أن يجوز للمرأة أن تستعمل وسائل لتنظيم النسل وليس لمنع الحمل، فهذا جائز بإذن الله تعالى إذا كان باتفاق الزوجين، لكن مع عدم اتفاق الزوجين فلا يجوز لها إلا في أحوال خاصة جدا، إذا كان هذا التنظيم لفترة قصيرة لتراعي مثلا وضعها الصحي، أو لرأي دكتورة أو لوصية دكتورة مختصة في الأمر. هذا مجمل، حاولت أن أجمل كل هذه النقاط في هذا الوقت الوجيز. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأن يجعلنا على هداه، وأن يجعلنا على تقواه، وأن يجعلنا ممن تفقهوا وعلموا وتواضعوا ووصلوا إلى ربهم بهذا النظر اليسير من العلم وأقوال العلماء. يسركن الله جميعا لليسرى وجنبكن العسرى، وفتح لكم من واسع عطائه فتح العارفين به، إنه هو ولي ذلك. نشكر الأستاذ رضية على ما قدمت من توضيح من أحكام فقهية خاصة بالمرأة، نسأل الله القبول. وفي الختام نشكركن أيها الأخوات الفضليات جميعا على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى نترككم بحفظ الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.